دامر المجذوب، وهو من أبناء المجاذيب، الشهير بالأخطبوط، حامد بريمة. حامد بريمة عيسى يناسبه تماماً تاريخ الميلاد المسجل له في عدد من المراجع. تقول المراجع أنه من مواليد الأول من يناير للعام 1956 بمدينة الدامر، المدينة التي قال عنها الشاعر توفيق صالح جبريل: أي دامر المجذوب، لا أنت قرية بداوتها تبدو ولا أنت بندر. نعم، فبلاد المجاذيب شأنها شأن عظيم، وها هي ببركاتها تلحق بميادين كرة القدم عبر أحد أبنائها حارس المرمى الأخطبوط حامد بريمة عيسى. حامد بريمة هو لاعب النهضة الدامر، بدايته كان في فريق النهضة الدامر بالدامر، وكان صغير السن، وسبحان الله كان حامد بريمة له كثير من الشبه مع سبي دودو دمور، بأنه اللاعبين لعبوا في داخل الملعب، كانوا يلعبون في وظيفة الجناح. حامد بريمة مارس كرة القدم في بداية نشاطي في خانة الجناح، ثم ذلك انتقل لحراسة المرمى، وهي موهبة فطرية يتكز عليها حامد بريمة في مسيرة حياته. الكابتن حامد بريمة أنا أفتكر أنه ده أعظم لاعب سوداني، أعظم لاعب في تاريخ الكرة السودانية بالأرقام وليس بالإنشاء. حامد بريمة طبعاً هو أسهم في كتابة تاريخ المريخ على المستوى الخارجي بصورة كبيرة جداً. حارس مرمى بدرجة فريق، يقول الخبراء أن بريمة يمثل 75% من قوة فريقه، وتتوزع 25% الأخرى على 10 لاعبين. حمل لقب الأسطورة الإفريقية لرشاقته، لسرعته، وللاحتراف وصقل التجارب في ميدان كرة القدم. كان له الميزة وكان له السبق، وتنافست عليه الكثير من الأندية، بل الكثير من الدول التي قدمت له الجنسية بكل فخر وإعزاز، لكنه دوما وأبدا آثر جنسية الوطن الكبير. رحلة من ذهب عدلت من وضع المريخ والسودان في روليت المحلي والقاري والإقليمي، وما الكاسات المحمولة جوا إلا عنوان الرحلة، كأس كافا في العام 1986 أمام الشباب التنزاني مستضيف البطولة، ثم كأس دبي الذهبي أمام فريق الزمالك المصري، ثم التتويج بالبطولة الأغلى كأس الكؤوس الإفريقية مانديلا في العام 1989. صفارة عبد العزيز محمد لباين في الصورة، صفر سيداتي آنساتي سادتي، عبد العزيز محمد معلنا بداية لقاء المريخ السوداني والزمالك القاهري على كأس دبي الثانية خلال دورة الصداقة اللي ظهر فيها بمستوى عالي لاعب طارق يحيى يلعب بالفنية رقم 19. شوف فريق نادي الزمالك تلعب على طول، يحصلها 21 خالد جلال، راح يعلي خالد جلال، تتعلى حامد بريمة يحصلها، حارس مرمى نادي المريخ السوداني وكابتن الفريق ومدرب نادي المريخ. حامد بريمة كان يشكل اكثر من 80%، ادل على ذلك عدم غياب حامد بريمة من كل مباريات البطوله الافريقيه، كل البطوله الافريقيه وكاس مانديلا الحقيقه المريخ حامد بريمة لم يغيب عنها ابدا، لذلك فوزه بنجوميه اكثر من 7 أو 6 مباريات، ده دليل على انه يمثل خط دفاع اول حامد بريمة بالنسبه للفرق الاخرى، ويمثل داعم اساسي لزملائه اللاعبين من خلال تقديم مجهوده وتقديم هذا المستوى الرائع الذي كللوه بالفوز بكاس مانديلا. في العام 89 كان للكابتن حامد بريمة يمكن الاكبر من نصيب الاسد في احراز تلك البطوله. حامد قدم افضل المستويات، اسهم بصوره كبيره جدا في كتابه تاريخ ناصع للمريخ على جدار الكاف الاتحاد الافريقي. نحن لو استثنينا بطوله كاس الشرق الاوسط الافريقي انها بطوله اقليميه او غير محترف بها من الاتحاد الافريقي، لكن يبقى كاس مانديلا كما يطلع عليه هو الكاس الافضل والبطوله الاعظم في تاريخ الانديه السودانيه. يشهد التاريخ له انه احد صناع الانتصارات لفريقه والمنتخب، والمباراه الاخيره امام الزمالك في كاس دبي انموذج، حينما صدى ضربتي جزاء وأحرز ضربة، ركض متجهاً إلى جماهيرهم
ولو وجد الأبواب مشرعة لما توقف إلا في العرض جنوب القلعة الحمراء التي ستحتفظ باسمه منقوشاً بالذهب عيار حامد بريمة. العرض جنوب القلعة الحمراء تحتفظ باسمه منقوشاً بالذهب عيار حامد بريمة.